أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نرصد من خلالها مستجدات وباء كورونا حول العالم. الوفيات في بريطانيا تجاوزت 11,000، البلاد تدخل أسبوعها الرابع في العزل العام. الديمقراطيون في الولايات المتحدة الأمريكية يدعون الجمهوريين للمشاركة في سن تشريعات لمواجهة فيروس كورونا. في روسيا فلاديمير بوتين يؤكد أن الوضع بسبب كورونا يتفاقم في البلاد. هذه طبعا بعض من عناوين نافذتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن نخوض فيها نتوقف عند آخر إحصائيات الوباء عالميا. من حيث المبدأ، عدد الإصابات المؤكدة حول العالم وصلت إلى 1,800,000، هي تجاوزت هذا الرقم بكثير. أولا في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، لغة الأرقام ماذا تقول؟ إن الحالات المؤكدة وصلت إلى 500,000 وقرابة 60 حالة مؤكدة، 60,000 طبعا. على الخارطة ماذا نرى؟ نرى أولا حالات الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية هي عبرت حاجز 22,000، أما حالات التعافي فهي 42,000 حالة تعافي. طبعا ما زال المؤشر عاليا فيها في الولايات المتحدة. طبعا هي ما زالت منذ يوم أمس وحتى اليوم تتصدر حالات الإصابة والوفيات حول العالم. ومن المفارقات أن المرتبة الثانية ما زالت من حصة إسبانيا التي تعاني من أزمة سياسية في ظل خلاف بين الأحزاب مع الحكومة في ظل أزمة كورونا. ماذا تقول الأرقام في إسبانيا؟ تظهر لنا الشاشة أن الحالات المؤكدة وصلت إلى قرابة 170,000 حالة. على الخارطة ماذا نرى؟ حالات التعافي في إسبانيا هي أفضل حظا ربما، وصلت إلى 64,000 وبعض الأرقام. أما في حالات الوفاة فقد وصلت إلى 17,000 وقرابة 500. في المرتبة الثالثة أيضا كما كان في الأمس إيطاليا التي أظهرت مؤشراتها انخفاضا في معدلات الوفيات. ماذا تقول إيطاليا؟ أنها تحتكم على 156,000 حالة وبعض الأرقام. في الخارطة أيضا معدل الوفيات هو قرابة 20,000. حالات التعافي ربما تقول الأرقام أنها أكثر طبعا من حالات الوفاة، هي وصلت إلى 34,211 حالة. في المرتبة الرابعة جاءت فرنسا. فرنسا سجلت فيها انخفاضا في عدد المرضى بأقسام العناية المركزة تحديدا. فرنسا ماذا تقول؟ 133,000 وتجاوزت حاجز 500,000. الأرقام تقول إن حالات التعافي تجاوزت 27,000 وحالات الموت فيها هي قريبة 15,000. في المرتبة الخامسة نذهب إلى ألمانيا. يقول العلماء هناك أن الوقت الذي كسبته أنقذ الكثير من الأرواح. ماذا تقول أرقام ألمانيا؟ حالات الإصابة المؤكدة فيها قريبة من 128,000. على الخارطة نلاحظ أن حالات الوفاة 3,000، هي أقل الدول تأثرا بحالات الوفاة. حالات التعافي هي 64,300 حالة. إذن كان هذا الموقف الوبائي في الخمسة الكبار في العالم. نذهب إلى الشاشة وأرحب بمجموعة من مراسلينا حول العالم. أهلا وسهلا بكم جميعا من لندن والعراق وكذلك فلسطين ومصر والسودان وأيضا من مصر ودبي، فاتني أن أذكرها. أهلا بكم جميعا. أبدأ من محمد فنيش. هناك حالات تطور جديدة في أرقام الإصابات والوفيات في بريطانيا، ما تفاصيلها؟ نعم زميل علاء، ما دمت قد عرجت على الأرقام، هنا كذلك في المملكة المتحدة لغة الأرقام لغة كبيرة ولغة مخيفة إنجاز هذا التعبير. عدد الوفيات اليوم هو 11,329، بصعود ب 717 وفاة في اليوم، نتحدث عن 24 ساعة الأخيرة. إذا ما نظرنا هذا لهذا الرقم الكبير نجده أنه يتوزع على الأقاليم أو الدول الأربع المشكلة للمملكة المتحدة، حيث إنجلترا وحدها 10,261 وفاة، اسكتلندا 575 وفاة، ويلز 384، وآخر الترتيب إيرلندا الشمالية ب 124 وفاة. هذا الاختلاف
يختلف بحسب الكثافة السكانية، حيث أن أغلب سكان المملكة المتحدة هم في إنجلترا ب 55 مليون و 58 ألف، في اسكتلندا 5 ملايين ونصف المليون تقريبا، في إيرلندا الشمالية مليون، أقل من مليونين، وفي ويلز 3 ملايين ونصف. هذا التوجه يعطي أن بريطانيا، أن المملكة المتحدة تتجه إلى ما قدر الله إلى سيناريو إيطاليا. المؤتمر الصحفي الذي كشف عنه قبل قليل، الذي قام به النائب بوريس جونسون ورئيس الوزراء وهو وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قال أن الحكومة البريطانية متجهة وسارية في حالة الإغلاق، وأن لن تكون هناك أي مؤشرات لحد الساعة. كما كشف المستشار العلمي أو المستشار الصحي لحكومة بوريس جونسون ديفيد كلارك، باتريك كلارك، قال أنه سيكون هناك إمكانية فرض للكمامات على مستوى المملكة المتحدة. نعم، شكرا لك محمد. محمد فضل، ماذا عن العراق الذي تقول منظمة الصحة العالمية أنه لم يغادر الذروة بعد؟ بالفعل هو لم يغادر الذروة، لكن هناك يعني أرقام تسجل جديدة. هناك انخفاض في عدد الإصابات، الآن الإصابات التي سجلت اليوم هي 24 إصابة فقط، وبالتالي أصبح مجموع الإصابات عموما في العراق هي 1376، ارتفاع في عدد حالات الشفاء، هناك 57 حالة شفاء سجلت اليوم، أي أن حالات الشفاء أصبحت 717 حالة شفاء. إضافة إلى ذلك الوفيات حتى الآن هي 78 حالة فقط، وبالتالي حالة حظر التجوال، الالتزام الكبير الذي أبداه العراقيين بحظر التجوال والتباعد يعني فيما بينهم، إضافة إلى الوقاية، ربما جاءت بأكلها على أرض الواقع. أيضا هناك يعني توعيات مستمرة من قبل اللجان الطبية وأيضا من وزارة الداخلية، وإضافة إلى ذلك هناك رعاية طبية ملموسة حدثت في العراق، يعني كانت مستغربة، يعني لم يكن العراقيين متوقعون بأن هناك هذه الرعاية الطبية التي ستقدم للمرضى المصابين بفيروس كورونا. نعم. عبد الله الزعبي، ماذا عن الإمارات؟ هناك تسجيل لأكثر من 850 حالة تشافي من فيروس كورونا. نعم، بالفعل يعني بالرغم من أن وزارة الصحة صرحت بأن ليس هناك موعد لوصول الإمارات إلى أو يمكن تحديده لوصول الإمارات إلى ذروة انتشار الفيروس، إلا أن اليوم شهدنا تسجيل 172 حالة شفاء في الإمارات وثبات عدد حالات الإصابة على 4123 إصابة، بالإضافة إلى 3 وفيات تم الإعلان عنها اليوم في الإمارات، ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 25 إصابة أو 25 حالة وفاة عفوا. هذه الأرقام التي تشير إليها دولة الإمارات تأتي بعد إجراء الكثير من حالات الفحص، حيث أعلنت أيضا وزارة الصحة عن إجراء 23 ألف أو أكثر من 23 ألف حالة فحص خلال يوم أمس، وهذا قد يكون ساعده من خلال فتح مراكز الفحص من السيارة التي تقدر ب 13 مركز منتشرة في إمارات الدولة المختلفة. هذه المراكز تستقبل يوميا بين 500 إلى 800 شخص يمكن إجراء الفحص لهم والكشف عن فيروس كورونا، وكل هذه الإجراءات بالطبع تأتي للحد من انتشار هذا الفيروس بين المقيمين والمواطنين هنا في الإمارات. نعم، محمد الحمراوي، ماذا عن مصر التي تقول أيضا منظمة الصحة العالمية أن 85% من المصابين بكورونا تعافوا من دون علاج؟ يعني بالفعل علاء، إذا تحدثنا عن الأرقام في مصر فنحن الآن أمام
تسجيل عدد يصل إلى 2065 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينهم 159 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة وفاة بالأمس. معدلات الشفاء وصلت إلى 447 من بين 589 حالة تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية. هذه الأرقام سلطت عليها ضوء منظمة الصحة العالمية اليوم، الذي عقد ممثلها في مصر جون جابور مؤتمرا صحفيا لشرح أو لعرض إيجاز بشأن الأوضاع في مصر، وقال إن الأوضاع في مصر مطمئنة للغاية والأمور تسير وفقا للمتوقع، وأن الإصابات التي يتم رصدها يوميا هي أمر مطمئن نظرا لتتبع المخالطين، وأن 85% من الحالات تماثلوا للشفاء دون الحاجة لعلاج. لكنه أشار أيضا إلى معدل الوفيات، وقال إن نسبة الوفيات في مصر تصل إلى 7.6%، وهي نسبة وفقا لمنظمة الصحة العالمية نسبة مرتفعة. طيب. وأن الأمر الآن قيد الدراسة من جانب منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وكشف أيضا عن يعني إشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي تقوم بها مصر في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك بالخطوة التي قامت بها مصر مؤخرا من تخصيص مدن جامعية ونزل شباب لنقل الحالات بسيطة الإصابة، خاصة وأنه وفقا للمنظمة معظم الحالات في مصر هي بسيطة وبسيطة جدا، كما ورد على لسان ممثل المنظمة اليوم في المؤتمر الصحفي. نعم علاء. نعم، في الخرطوم مراسلنا محل الدين جبريل. الحكومة السودانية أرادت أن تفرض قرار لحظر الحركة بين المدن لمحاصرة الفيروس، تفاصيل هذا القرار مدى الالتزام به؟ مساء الخير. على الحكومة السودانية أيضا أصدرت قبل قليل قرارا بالإغلاق الشامل، حظر التجوال الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت المقبل ولمدة 3 أسابيع بالتمام والكمال. أيضا اليوم هو اليوم الأسوأ في حصيلة كورونا بالسودان، حيث أعلن عن 10 حالات، اكتشاف 10 حالات اليوم، ليرتفع عدد الحالات المصابة في السودان ل 29 حالة، من بينها 4 حالات وفاة، 2 منهم اليوم، و2 في أوقات سابقة هما المريض رقم 1 والمريض رقم 6. وبالتالي وزير الصحة السوداني علام يعني كان قد تحدث بلغة يعني ملؤها الأسف من أن بلاده أو أن بلاده غير مستعدة لهذه الجائحة، وأن الإمكانيات الصحية في السودان يعني منهارة تماما، وبالتالي هم في حال في اضطرار للإغلاق الكامل للخرطوم خلال المرحلة المقبلة. وطبعا تم تفعيل ابتداء من مساء أمس حظر تنقل المواطنين حتى بالسيارات الخصوصي بين المدن السودانية. نعم، رائد الشريف عن فلسطين يقول رئيس الوزراء أن الاقتصاد يعاني بسبب تفشي أزمة كورونا، تفاصيل هذا الأمر وما هي الآثار الاقتصادية؟ والاقتصاد في كل مكان يعاني حقيقة، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني كان قد تحدث بأنه يرفع تقارير بخصوص هذا الشأن، وكذلك عمل كل اللجان في فلسطين إلى الرئيس محمود عباس، لكن في نفس الوقت قال نستطيع، قدرتنا ستكون كبيرة على التعافي من الأضرار خلال فترة بسيطة، هذا بعد انتهاء أزمة كورونا، خاصة وأن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال اليومين الماضيين تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بعد انحسار طبعا إصابات الفيروس لعمال في مناطق متعددة من الضفة الغربية، ولكن عمليات الحجر وكذلك الإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ساعدت على ذلك. مع العلم على 19,000 عامل ما زالوا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالإضافة كذلك بأنه تحدث عن 30,000 سيقدمون لهم، ونحن نتحدث هنا عن العمال، مساعدات فقدوا وظائفهم، وأيضا تحدث عن 120 عائلة خلال يعني الأيام القادمة ستقدم لها مساعدات حقيقة من خلال
للمتابعة واللجان المختصة التي تحدثنا عنها. هذه يعني الصورة لأجهزة الأمن الفلسطينية التي تقوم طبعا بضبط يعني بعض المركبات، وبالتالي أيضا المحافظة على النظام ومنع التجول الذي تشهده الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل مراسلينا في كل مكان. إذن مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود إلى نافذتنا لاستكمال ما تبقى فيها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون معكم في نافذتنا، والآن نقرأ في صحيفة ديلي ميل مقارنات بين معدلات الإصابات والوفيات في كل من بريطانيا وجاراتها الأكثر تضررا بالوباء. نقلت الصحيفة عن السير جيرمي فارار مدير الصندوق ويلكم تراست تحذيره من أن بريطانيا قد تشهد أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا وأكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، مشددا على ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات. تحدثت صحيفة الغارديان عن معالجات شركات التكنولوجيا لكميات كبيرة من معلومات المرضى السرية كجزء من عمليات استخراج البيانات التي تدخل في الاستجابة لتفشي الفيروس كورونا، وتنبه الصحيفة إلى وجود مخاوف من خرق هذه الجهود لخصوصية المواطنين التي لم تعد تعتبر أولوية وسط انتشار هذا الوباء المميت. معنا للحديث عن هذا الموضوع السيد ماجد كيالي، الكاتب الصحفي من مدينة بريستول جنوب غرب بريطانيا. سيد كيالي، أهلا بك. أبدأ مع الخبر الأول في الديلي ميل بأن بريطانيا يمكن أن تشهد أكبر عدد من الإصابات والوفيات من جيرانها الأوروبيين، ألا يثير هذا التساؤلات عن فاعلية النظام الصحي وفاعلية القرارات التي اتخذت لمواجهة الأزمة؟ طبعا هناك عديد من الملاحظات كما شاهدنا في الوسط المجتمعي في بريطانيا على أداء الحكومة إزاء التعاطي مع أزمة كورونا منذ البدايات. الجميع تحدث عن تأخر في الإجراءات وعن بطء في القرارات التي يفترض أن تتخذها الجهات المختصة في بريطانيا إزاء هذه الأزمة التي اجتاحت العالم كما نعلم. هلأ طبعا هناك استراتيجيتين حتى الآن تعاملت عبرهما الدول المعنية مع هذه الأزمة. هناك الاستراتيجية التي تقول بعزل الناس وب يعني حالة العزل والإغلاق ومن كل ما ترتب على تلك الإجراءات، وأيضا الناحية الثانية اللي هي بتقول انه ممكن ان يعني نتخذ الاحتياطات ولكن خلينا نخلي الاوضاع على ما هي عليه، ربما انه المجتمعات او الجسد الانسان يتعاطى مع هذا الفيروس وينتج المناعه التي يحتاجها، باعتبار انه يعني النظريه اللي بتقول انه التوازن بالطبيعه، انه الطبيعه ممكن تخلق تناقضات وممكن انه تولد مناعات معينه بشكل طبيعي، ولكن الازمه ذهبت الى هذا الحد كما شاهدنا في بريطانيا وايطاليا واسبانيا واليوم في تركيا ايضا. طيب سيد ماجد كيالي، ما يتعلق بالخبر الآخر بأن خصوصية وسرية معلومات المرضى يمكن أن لا تمنح أولوية وسط منح الأولوية وسط هذه الأزمة ومنح الأولوية لمعالجة كورونا، أليس هذا مرة أخرى من واجب الدولة أن تحمي الناس مثل ما تحافظ على صحتهم تحافظ على معلوماتهم؟ طبعا هذه الأزمة الحقيقة يعني فتحت جروح كبيرة في علاقة الدولة بمواطنيها، وأيضا فتحت جروح كبيرة بما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية. إحنا شهدنا أنه خلال العقود الماضية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا هناك ما يسمى نوع من الشعبوية أو الليبرالية، يعني البعد الثاني الليبرالية المتوحشة التي تحاول الانقضاض على مختلف التقديمات الاجتماعية أو المكتسبات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، ضمان الشيخوخة، الضمان الصحي إلى آخره. كان في محاولة للانقضاض على تلك المكتسبات.
لصالح الشركات الاحتكارية، لشارح الملكيات الخاصة إلى آخره. لكن هذه الأزمة بينت أنه لابد من أنه نوع من التعاضد الاجتماعي في بالمجتمعات، وأيضا لابد أن تقوم الدولة بدورها كناظم للحياة الاجتماعية للأمن الاجتماعي. يعني الدولة مش بس فقط مسؤولة إزاء الاعتداءات الخارجية، وإنما هي مسؤولة عن أمن مواطنيها، والأمن هنا بالمفهوم المستدام وبالمفهوم الاجتماعي، الأمن الاجتماعي، الأمن الصحي، أمن التعليم إلى آخره. لكن إحنا شاهدنا أنه يعني عبر سياسة جونسون، عبر سياسة ترامب، قديش كان في محاولة للانقضاض على وتقليص التقديمات الاجتماعية في خاصة الولايات المتحدة وفي بريطانيا. لذلك نحن إذا اليوم إذا أسئلة مفتوحة وإذا محاولة لتصحيح هذا الخلل البنيوي، إن كان بتوزيع الثروة، إن كان في دور الدولة إلى آخره. نعم، السيد ماجد كيالي الكاتب الصحفي ضيفنا من بريستول، شكرا جزيلا لك. حذر علماء من أن فيروس كورونا المستجد ربما يقتل الخلايا المناعية القوية والتي من المفترض أن تقتل هي الفيروس. تزامن هذا الاكتشاف المفاجئ الذي توصل إليه فريق من الباحثين من شانغهاي ونيويورك مع ملاحظة لأطباء تعاملوا مع مرض فيروس كورونا أن هذا المرض يمكن أن يهاجم جهاز المناعة البشري ويسبب أضرارا مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى الفيروس المسبب للإيدز. وقال أطباء في موضوع آخر وممرضون ومسؤولون في القطاعات الصحية أن الإغلاق هو خط الدفاع الرئيس، إن لم يكن الوحيد، الذي تملكه الدول ضد تفشي كارثة محتملة للفيروس. ونقل صحيفة الاندبندنت البريطانية عن أطباء قولهم إن انتقال العدوى يمكن أن يحدث بسهولة حتى إذا كان الناس يجلسون على مسافة 6 أقدام فقط، وهذا في رأيهم ما قد يفسر ارتفاع عدد الوفيات في المملكة المتحدة الأمريكية. ينضم إلينا الدكتور ضياء كامل من أسكس، الاختصاص في الباثولوجي. دكتور ضياء، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النافذة. لست أدري إن كنت تسمعني دكتور ضياء. إذن الدكتور ضياء غير جاهز حتى الآن، ونبحر أيضا في نافذتنا وأيضا ربما في موضوع كورونا ولكن من زاوية أخرى، حيث زيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا بين المسلمين في بريطانيا دفع الجهات المسؤولة إلى تجهيز مقابر جماعية أو ما يسمى بمقابر الصفوف، ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، وذلك لدفن جثامين الضحايا بأسرع وقت ممكن ووفقا طبعا للشريعة الإسلامية. البريطانيون يستيقظون على صور غير مألوفة، مقابر جماعية لضحايا فيروس كورونا. يصلي هذا الشيخ على روح 10 أشخاص مسلمين تم دفن جثامينهم بشكل جماعي بعدما وافتهم المنية جراء تدهور حالتهم الصحية من فيروس كورونا. هذه التدابير هي جزء من الواقع المرير الذي تواجهه الجهات المسؤولة لاستيعاب العدد الكبير من وفيات المسلمين ودفنهم وفقا للشريعة الإسلامية التي تنص أن يتم دفنهم خلال 24 ساعة ووضع الجثامين تجاه قبلة مكة. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، هذه المقابر الجماعية أو ما سمتها بمقابر الصفوف تتسع لحوالي 10 جثامين، ويبلغ طول الحفرة الواحدة 10 أمتار وعرضها 2 متر. تم تجهيزها للتعامل مع العدد الكبير من وفيات المسلمين، حيث يوجد نحو 50 شخصا ينتظر دفنهم بعد وفاتهم بالفيروس. المسلمون يودعون أحبائهم في بريطانيا بطرق غير مسبوقة في ظل فرض إجراءات التباعد الاجتماعي التي تمنع العائلات من حضور الجنازات. يذكر أن إسماعيل محمد عبد الوهاب أصغر ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا، الذي توفي عن عمر يناهز 13 عاما، تم دفنه بجنازة لم يحضرها أقاربه من بينهم والدته وأشقائه. الزواج في زمن كورونا أصبحت له طقوس خاصة لم يعد يشبه الصورة النمطية التي اعتدنا عليها قبل الوباء، لكنه يبقى بوابة حياة مشتركة قرر حبيبان الخوض فيها. الزواج الافتراضي أحدث محاولات تكيف البشر مع تداعيات وباء كورونا على حياتهم،
دونا وكريستيان لجأ إلى هذا الخيار وقررا المضي بخطة زواجهما دون إلغاء أو تأجيل. توجها إلى قاعة الزفاف هذه في مدينة ستالتنبرغ الألمانية وجلسا بمفردهما، بينما كان جميع الأصدقاء وأفراد العائلة يشاركونهما الفرحة عبر شاشات الإنترنت. من المهم إتمام هذا اليوم المميز. بالرغم من كل العقبات والظروف الحالية، قررنا التفكير بشكل إيجابي والاستفادة بأكبر شكل ممكن من يوم كهذا. هذه دموع الفرح التي لم تتمكن أزمة كورونا من إفسادها، فرغم المسافات رقص الحضور وغنوا وكان الحفل مرضيا للعريسين. افتراضيا كل شيء تم على أحسن وجه، والجميع تمكن من مشاهدة يوم الزفاف، وحتى الطقس كان جميلا. إدونا وكريستيان وجدا حلا للاستمتاع بيوم زفافهما في وقت بات فيه التباعد الاجتماعي ضرورة قصوى. ربما لا يقنع هذا الحل كثيرين، وربما يصبح الزواج عن بعد خيارا مألوفا في المستقبل القريب. ربما الحسنة الوحيدة للزواج في زمن الكورونا تخفيض النفقات. إلى اللقاء.